السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. أكدت مصادر عسكرية تحرير المواقع العسكرية في وادي خير ببيحان في شبوة، وقالت المصادر إن الجيش حرر العديد من القرى المحادية لمحافظة البيضاء، في الوقت الذي تابعت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها نحو البيضاء والسيطرة على جبل القندع ومركز مديرية النعمان. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش تطورات تحرير شبوة في محورين: استكمال تحرير شبوة وأهمية تحرير شبوة في طريق استعادة البيضاء. فرت عناصر ميليشيا الحوثي باتجاه البيضاء بعد مواجهات مع الجيش الوطني في وادي خير ببيحان بشبوة وجبل القندع ومركز مديرية النعمان في البيضاء، وتشير الوقائع الميدانية لأن استكمال تحرير شبوة هو بداية للتوغل نحو مديريات البيضاء، ومن شأنه إحكام الحصار على الميليشيا في محافظة البيضاء. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. بيحان تعود إلى كنف الجمهورية، عنوان لواقع جديد سطرته تضحيات أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المديرية. المديرية التي سقطت بيد ميليشيا الحوثي قبل 3 سنوات كانت على موعد جديد بعد تحرير قوات الجيش والمقاومة لمنطقة موقس آخر قرى مديرية بيحان في شبوة. هذه التطورات جاءت بعد عملية عسكرية خاطفة نفذها الجيش الوطني المسنود بالمقاومة، تمكن خلالها من تحرير قرى قرين، الحاط، القاهرة، الجابح التابعة لمنطقة وادي خير، الأمر الذي دفع الميليشيا للفرار نحو عقبة القنذع المحادية لمحافظة البيضاء. إلى ذلك تمكنت قوات مشتركة من اللواء 21 والمقاومة الشعبية من تحرير جبل لكام الاستراتيجي وذراع الغريق شمال وادي خير، والذي كان يتمركز فيه قناصون ميليشيا. وبموازاة تقدم الجيش الوطني وسيطرته على العديد من المواقع، شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت خلالها تعزيزات الميليشيا الانقلابية في عقبة القنذع ومنطقة موقس، حيث شكل الإسناد الجوي عاملا مهما في تحرير مديريات بيحان بعد أن ساهم بشكل كبير في منع تدفق تعزيزات الميليشيا إلى المحافظة. خسائر عسكرية كبيرة تكبدتها الميليشيا أمام قوات الجيش الوطني في معارك تحرير بيحان، نتج عنها مقتل المئات من عناصرها في وقت لاذ الآخرون بالفرار من جبهة المواجهات، ومن بقي منهم وقع أسيرا بيد أبطال الجيش الوطني. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع مستشار محافظ محافظة شبوة محسن الحاج. مرحبا بك أستاذ محسن. مرحبا بكم المشاهدين. اهلا بك استاذ محسن. هل تم تحرير شبوة نهائيا من الميليشيا؟ نحييكم ونحيي المشاهدين. شبوة تم تحريرها بالكامل، وتم تصفيه اخر الجيوش الميليشيات المتتاليه صباح هذا اليوم في اسفل مديريه بيحان في باي خير، وتم تحريرها بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد وقع كثير من عناصر الجهات الحوثية في الأسر، وقتل بعض الآخر، ومن تبقى هو إلى عقبة القندع باتجاه محافظة البيضاء. نعم، عدد الأسرى الجرحى القتلى من الميليشيا الانقلابية بعد التحرير؟ عدد الأسرى طبعا هو لم يتوقف عن عندي معلومات قبل العصر، يصل حوالي 100 أسير، وعدد المتحى لا أحصاهم لأنهم يهربون ويأخذهم في سيارات يذهبون إلى 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 البيضاء إلى مكان أخرى، لكن يستطيع أن نقول أن جرحاهم بالمئات وقتلاهم بالمئات. نعم أستاذ محسن، نعم أستاذ محسن معذرة منك، أتمنى أستاذ محسن هناك إشكالية في الصوت، ربما التغطية ضعيفة، أتمنى أن تكون في مكان التغطية أكثر وضوحا حتى نتمكن من سماعك، وسنعود إليك. نشرك معنا الحديث الآن الناشط السياسي في شبوة ياسر الصائلي. مرحبا بك أستاذ ياسر. أهلا وسهلا أخي الكريم.
أستاذ ياسر، في البداية ضعنا بتفاصيل تحرير بيحان نهائيا وشبوة بشكل عام من الميليشيا الانقلابية اليوم. في البداية أحييك وأحيي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة بلقيس، وحقيقة اليوم كان نصر مؤزر ونصر كبير للوطن بكل جهاته الأربع. حقق فيه أبطالنا هناك مع انتصار كبير وتقدمات كبيرة. بدأت المعارك في ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم، وكان ما تبقى من مديريات بيحان هو وادي خير، منطقة محصورة في شمال غرب مديرية بيحان العليا. وبدأت المعركة من عدة محاور، فتحركت كل الجبهات على بخطة محكمة، فتحقق النصر ولله الحمد، حتى أنجزوا المهمة في وقت بسيط. هناك خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات التي تفاجأت مفاجأة كبيرة بالإعداد والتقدير لهذه المعركة والتقدم الغير مسبوق. المعركة كانت معركة حامية الوطيس، استخدمت فيها قوات الميليشيات كل ما تستطيع وكل ما تملكه من قوة في محاولة صد قوات الجيش الوطني. أستاذ ياسر، سر هذا الانهيار، نعم أستاذ ياسر، سر هذا الانهيار من قبل الميليشيات الانقلابية التي ربما ظلت لأكثر من عامان ونصف وهي متمترسة في هذه المناطق ولم تستطع المقاومة الشعبية تجاوزها. حقيقة كانت ضربات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضربات موجعة، والخطط العسكرية التي اتخذها قادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خطط محكمة أربكت صفوف الميليشيات وقادتهم الذين تفاجؤوا بهذا الكم الهائل من العتاد ومن القوة ومن الإمكانيات لدى الجيش الوطني ومن التكتيك العسكري، إضافة إلى أن الأرض تحارب وتقاتل مع أهلها. اليوم التقدمات كانت يعني تقدمات ضخمة، المعارك كانت معارك كبيرة، القتلى كانوا بالعشرات، الأسرى كانوا بالعشرات أيضا، الألغام استخدموها الميليشيات في طرقات المقاومة الشعبية والجيش الوطني، القرى التي كانوا متحصنين فيها كانت قرى جبلية طبيعتها الجغرافية صعبة عسكريا، لكن بعزيمة وإصرار وقدرات الجيش الوطني تمكن من كسرهم ومن هزيمتهم وولوا هاربين، يعني لم يستطيعوا الصمود حتى لمجرد 4 ساعات إلى 5 ساعات، لأن الأعداد التي تقدمت إليهم والإمكانيات التي أتت لمواجهتهم كانت كبيرة جدا، فانسحبوا إلى الخلف بعشرات الكيلوهات. الساعة الرابعة عصرا وصل الوقت، الساعة الرابعة عصرا، وأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يضعون أولى أقدامهم في أطراف محافظة البيضاء وفي أول مديرية من مديرية البيضاء وهي مركز مديرية نعمان في منطقة اسمها منطقة الساحة تحت عقبة القندع التي هي تعتبر مركز مديرية نعمان أرض العواض في محافظة البيضاء. نعم. اليوم أصبحت محافظة شبوة مطهرة تطهيرا كاملا من ميليشيات ومن رجس ميليشيات الحوثي وقواته التي قذفت محافظة شبوة في بداية عام 2015. نعم. طيب أستاذ ياسر، يعني السيطرة على عقبة القندع وأول مديرية في محافظة البيضاء مديرية النعمان، برأيك ما الذي سيتغير في مجريات المعركة في محافظة البيضاء إذا ما استمرت المعركة بهذه القوة وبهذا التقدم من قبل الجيش والمقاومة؟ حقيقة الانهيار التي تعيش فلول ميليشيات الحوثي وعصاباته في بيحان إذا استغلتها قيادة الجيش الوطني وقيادة التحالف العربي وواصلت المسير لتطهير مديريات البيضاء المقاربة إلى بيحان، فإن هذا سوف يكون نصر كبير. الفرصة مواتية الآن أكثر من أي وقت مضى. الحوثي اليوم يعيش حالة من الإرباك الكبير التي ربما لم تحصل من سابق. الحوثي اليوم أصبح وضعه سيء جدا، أصبحوا مقاتليه مشتتين. تخيل بأن بعض المقاتلين إلى اليوم لا زالوا في جبال بيحان، في رؤوس الجبال أصابهم الجوع والخوف والبرد والظمأ، أصبحوا ينزلون إلى 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 بعض القرى يسلمون أنفسهم طواعية ويسلمون سلحتهم الشخصية ويقولون أعطونا بس ماء وأكل
حتى نعيد انفسنا قليلا وثم يسلمون انفسهم للجيش الوطني. اصبح الحوثي منهار بكل ما تعنيه الكلمه من انهيار. نعم. الحوثي اليوم اصبح في وضع سيء جدا. اليوم يستطيع الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه وابناء الوطن جميعا يستطيعون ان يلاحقوا هذه الميليشيات الى اي مكان في هذا في 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 ربوع الوطن الكبير. اليوم ابناء محافظه شبوه الذين يقاتلون في بيحان اليوم يقولون بأن المعركة لم تنتهي وأن معركتهم لا زالت متواصلة وبأنهم على استعداد، وهذا ما سمعناه من قيادات المقاومة الشعبية والجيش الوطني بأنهم على استعداد لمواصلة المسير لكي يحرروا كل متر في 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 الوطن الكبير. نعم. تحت راية الشرعية والتحالف العربي. نعم. سر هذا الـ يعني الـ الإخلاص والتقدم من قبل المقاومة الشعبية في محافظة شبوة ومواصلة المسير نحو البيضاء وكما تحدث حتى يتم تحرير اليمن بشكل كامل أستاذ ياسر؟ الطابع الوطني وحب الوطن والحرص على تطهير هذا الوطن من هذه الميليشيات الغازية، الميليشيات المرتبطة بإيران الفارسية التي لها أهداف لتعطيل هوية اليمنيين، التي أساءت للشعب اليمني. العقيدة القتالية وحب الوطن الموجود لدى المواطن لدى قيادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أبناء محافظة شبوة ومن أبناء محافظة مارب لديهم يعني هي الدافع الذي جعلهم يفكرون بأنهم لن يتوقفوا في بيحان فحسب، بل أن الخطط وبأن طموحاتهم بأن يواصلوا المسير إذا سمحت لهم الفرصة وإذا أتاهم الإذن والأوامر من قيادة الجيش الوطني ومن قيادة التحالف العربي، فإنه لا مانع لديهم من المسير إلى أي مكان يريدونهم أن يسيروا فيه. نعم. طيب أستاذ ياسر ابقى معي ونشرك معنا في الحديث من القاهرة مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الرحبي. مرحبا بك أستاذ مختار. اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام جميعا وضيوفك الكرام ايضا. اهلا بك. الرئيس الجمهوريه والحكومه تهنئ محافظ شبوه والجيش الوطني وقياده الجيش الوطني والمقاومه هناك بتحرير شبوه كامله من الميليشيا الانقلابيه والتوجه نحو البيضاء. ما الذي ستمثله شبوه بالنسبه للحكومه الشرعيه سياسيا وعسكريا؟ ما تمثله او ما يمثله تحرير محافظه شبوه هو اولا ضربة استباقية للميليشيات الإنقلابية وقطع خط إمداد كان يمد الميليشيات الحوثية بالمواد المهربة سواء أسلحة أو المشتقات النفطية وغيرها حيث كانت تستخدم شبوة كممر لهم. هذا بالنسبة من جانب. الجانب الآخر هو أيضا رفع المعنويات، معنويات الجيش الوطني، معنويات للقيادة السياسية، معنويات أيضا للمواطنين، معنويات أيضا لأبناء المناطق الأخرى التي لم تحرر، خصوصا أن الميليشيات تمر بوضع سياسي ووضع شعبي متأزم وهناك وضع مختلف عما كان عليه في السابق في الفترة الماضية خصوصا بعد مقتل أو قتلهم علي عبد الله صالح. بالتالي الآن الأرضية أصبحت أنا أعتقد أن الأرضية أصبحت ملائمة للانطلاق نحو تحرير كافة المناطق والمحافظات. تحرير شبوة سيمثل نقطة انطلاق نحو الانطلاق نحو المناطق والمحافظات الشمالية، هي آخر المناطق التي كانت ما تزال بيد الميليشيات الحوثية في المناطق الجنوبية هي عسيلان وكذلك بيحان. نعم. تحرير شبوة بالكامل وتطهيرها من ميليشيات الحوثي سيمثل نقطة انطلاق نحو تحرير محافظة البيضاء. نعم. وأيضا إعطاء معنويات كبيرة للمقاتلين في جبهة نهم وصرواح وتعز وكافة المناطق والجبهات التي نعم. هي مشتعلة بالحرب مع الميليشيات الحوثية. نعم. أستاذ مختار كيف تقرأ واحدية القرار في جبهة بيحان؟ ربما يعني اجتمع فيها اليمنيون من أغلب مناطق اليمن في جبهة واحدة وكانت هذه النتيجة، هذا النصر الخاطف والمفاجئ للميليشيا في عسيلان وبيحان خلال أيام بسيطة جدا، واليوم هم في أولى مديريات محافظة البيضاء النعمان تم تحريرها وعقبة القندع. إذا ما استمرت هذا الانسجام وتوحيد القرار والهدف يعني هل تتوقع ستكون هناك تحرير لمحافظة البيضاء بهذه الصورة السريعة كما حدث في شبوة؟ أولا محافظة شبوة وبيحان وعسيلان
اجتمع الجميع تحت راية واحدة وهي راية الجمهورية اليمنية، واتحدت كل الفصائل وكل الألوية وكل القيادات سواء من المقاومة الشعبية في المناطق الجنوبية أو من محافظة مارب، وكذلك القوات المسلحة والجيش الوطني، اتحدوا جميعا لرسم لوحة اسمها تحرير اليمن وتحرير هذه المناطق. بالتالي اتحد الجميع نحو هدف واحد. حينما تتحد كل الجهود وحينما تكون المعركة ويجعل الجميع نصب عينهم التحرير، سنصل إلى التحرير. حينما نتناحر وحينما نرفع شعارات مناطقية وحينما نرفع شعارات فئوية وشعارات أخرى غير شعار الوطن، تكون هناك انتكاسات ولا نستطيع أن نحقق الهدف. ما حصل في شبوة هو اليوم يعطينا درس أننا لا بد أن نتفق جميعا، لا بد أن نتحد جميعا، جميع الفئات، جميع الفصائل، جميع المقاوم. من هو ضد مشروع الحوثي عليه أن يؤمن بمشروع اليمن الواحد وبمشروع المقاومة لهذه الميليشيات. وما حصل في شبوة يعطينا دروس لكل الجبهات الأخرى أنه لا بد أن نتحد تحت شعار واحد وتحت علم واحد وتحت قيادة واحدة للانطلاق إلى تحرير اليمن الكبير واستعادة اليمن من الميليشيات الإنقلابية. نعم، طيب أستاذ مختار ابقى معي، أعود لي الأستاذ ياسر الصائلي من شبوة. أستاذ ياسر، تحدثت أنت عن نقطة مهمة أنه يجب على الحكومة الشرعية والجيش الوطني والتحالف بدرجة رئيسية أن يستغلوا هذا الانهيارات الكبيرة لميليشيا الحوثي ويتم فيها التقدم نحو البيضاء وتحرير البيضاء. من خلال متابعتك للجبهة وقربك من جبهة شبوة والجيش الوطني، ما الذي يعني ينقص المقاومة والجيش الوطني في هذه الجبهة لمواصلة هذه المسير وهذه العملية؟ الذي ينقصها القرار السياسي فقط عزيزي الكريم. إذا وجد القرار السياسي فإن المقاومة ستصل إلى أماكن لم نكن نتوقعها. يوم الجمعة قبل الماضي كنت لم أكن يخطر ببالي بأن تحرير بيحان سيكون بهذه السرعة القاطفة، وسوف يتم تجاوز الصعوبات والعراقيل التي وضعها الحوثي من ألغام ومن عبوات ناسفة في الطرقات ومن قناصين في المواقع الاستراتيجية الحساسة التي تجاوزها الجيش الوطني بهذه السرعة. لم أكن أتوقع هذا كله. اليوم في انهيارات الحوثي الموجودة الآن، إذا استغلها الجيش الوطني والجيش الوطني وقيادة الجيش الوطني وقيادة التحالف العربي واتخذ القرار السياسي و تم الدعم والإسناد بالطيران التحالف العربي الذي كان له الدور الكبير مشكورا في تذليل الكثير من الصعاب ويعني تمهيد الطريق للجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتدمير كثير من 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 ترسانة العدو التي كان يراهن عليها، فإن السيناريو سوف يتكرر في محافظة البيضاء وفي أي موقع من مواقع الوطن الكبير، في نهم، في صرواح، في الجوف، في الساحل الغربي، في تعز، في أي منطقة يتخذ القرار السياسي من قيادة التحالف العربي والحكومة الشرعية بممثلة بفخامة رئيس الجمهورية والقيادة السياسية والعسكرية، فإن الصعاب لن تكون سوف تذلل للجيش الوطني وسوف يصل إلى مواقع لم نكن نستوعب سهولة الوصول إليها. نعم. الكلام الآن نحن بحاجة إلى مواصلة العمليات العسكرية حتى يتحرر كل شبر في الوطن الغالي علينا. اليوم في بيحان توحد ابن مارب وتوحد ابن تعز وتوحد ابن شبوة وتوحد ابن المحافظات الجنوبية، كلهم تحت راية الوطن، تحت راية العلم الوطني، تحت راية الشرعية، تحت راية التحالف العربي الذي ساعدنا مشكورا، الذي قدم لنا الكثير. اليوم توحدنا جميعا، ألوية عسكرية، جيش وطني، مقاومة شعبية، قبائل، عشائر، مواطنون، كلنا توحدنا تحت هذه الراية لكي نحرر أرضنا. الحمد لله اليوم بيحان محررة 100%، محافظة شبوة محررة من دنس الميليشيات الحوثية تماما. اليوم أبناء شبوة وأبناء مارب وأبناء المحافظات اليمنية كلهم الذين يتواجدون في بيحان والذي كانوا لهم وكان لهم السبق في المشاركة في 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 تحرير بيحان يتطلعون إلى أن يشاركوا في أكثر من بيحان، يريدون أن يشاركوا في أكثر من محافظة يمنية لتحرير الوطن من هذه الشرذمة ومن هذه العصابات التي أوغلت في قتل اليمنيين وفي تعذيبهم وفي تجريدهم.
شكرا جزيلا لك الناشط السياسي ياسر السالي، كنت معنا من محافظة شبوة. ونرحب بالأستاذ ماجد الحارثي من المركز الإعلامي لمقاومة شبوة. مرحبا بك أستاذ ماجد. أستاذ ماجد، المعلومات والإحصائيات لديك سواء من الأسرى، من الجرحى، من الأسلحة التي تم السيطرة عليها بعد تحرير بيحان. أولا أشكر الله عز وجل على ما تم تحقيقه من تحرير ومن دحر لهذه الميليشيات التي عادت في بيحان فسادا بكل ما تعني الكلمة من الفساد. أما بخصوص سؤالك أخي بشير، الإحصائيات في المعركة لا زالت مستمرة والجيش لم يتوقف، ولا زال الحوثيون ينزلون من الشعاب والجبال باستمرار ويسلمون أنفسهم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية. الرقم الذي وصلنا إليه حاليا منذ انطلاق معركة تحرير بيحان 300 أسير من غير الجرحى، الأسرى الجرحى. نعم. الأسرى الذين لم يصابوا بأذى، قتلاهم العدد كبير تجاوز على آخر إحصائية وصلتني 150 قتيل. أما بالنسبة للمعدات أو الآليات فهي كثيرة وكثيرة جدا، إلا أن المواطنون يهرعون إلى تسليمها لقيادة الجيش الوطني وإعادة سلاح الدولة إلى حضن الدولة. نعم. طيب أستاذ ماجد، الآن يعني بيحان وعسيلان وآخر منطقة في شبوه وادي خير تم التحرير، تحركات الآن السلطة المحلية في شبوة من أجل إعادة الحياة إلى هذه المناطق، هل بدأت هناك تواجد للسلطة المحلية لإعادة الخدمات لعودة الناس إلى منازلهم؟ محافظ محافظة شبوة مشكورا اللواء علي راشد الحارثي تلقى قبل قليل اتصالا هاتفيا من الأخ المشير الركن عبد ربع منصور هادي رئيس الجمهورية، اتصالا هاتفيا يبارك فيه انتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ويحث السلطة المحلية على القيام بدورها. محافظ المحافظة ومدراء المديريات الثلاث بيحان وعسيلان وعين تواجدوا مع الجيش الوطني منذ أول يوم إسنادا له وتوعية للأهالي بمخاطر الأماكن التي توجد فيها الألغام، توزيع الإغاثة. اليوم الشيخ علي أحمد الحقيد الحارثي ومدير مديرية عسيلان قام بتوزيع المعونات التي وصلت من مركز الملك سلمان للإغاثة على المتضررين في مديرية عسيلان. كما أنوه أن مديرية عسيلان حاليا مليئة بمن كانوا نازحين من المديريات المحتلة. مدراء المديريات الأخرى تواجدوا، مدراء الأمن يقومون بدورهم. كل منطقة تتحرر حسب ما وصلت التوجيهات من قيادة جبهة بيحان أن كل منطقة تتحرر يتم القيام نعم فيها بالدور الخدماتي والأمني. نعم. طيب أستاذ ماجد ابقى معي وأعود لمستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الرحبي. أستاذ مختار، إذن هذا الانهيار الكبير من قبل ميليشيات الحوثي في محافظة شبوة وأيضا الآن في محافظة البيضاء، ما الذي يمنع التحالف العربي والجيش الوطني أن يستمر بهذه المعركة ويستغل هذه الانهيارات الكبيرة حتى يتم تحرير البيضاء بصورة سريعة وخاطفة؟ هناك أي مانع؟ لا لدى الشرعية ولا لدى التحالف العربي، بالعكس المعنويات مرتفعة والتوجيهات صدرت للقيادات العسكرية بالاستمرار في ملاحقة الميليشيات الحوثية في كافة المناطق في كافة المحافظات لبدء المعركة الفاصلة سواء في البيضاء أو في محافظة صنعاء. بالتالي لا بد من استغلال هذه الروح المنهزمة لدى الميليشيات الإنقلابية، لا بد من استغلال أيضا السخط الشعبي عليهم في العاصمة صنعاء، لا بد أيضا من استغلال الجو العام في اليمن الغاضب من الميليشيات الإنقلابية، من فساد الميليشيات الحوثية، من نهبهم للأموال، من سلبهم لمرتبات الموظفين. كل هذه عوامل تبشر أنه لا بد من خوض المعركة النهائية وتخليص الشعب اليمني من ميليشيات الحوثي. وأعتقد أن الجانب العسكري مهيئ حاليا، والجوانب أيضا السياسية الأخرى، كل الجوانب الآن مهيئة لخوض معركة
خاطفة لتحرير المناطق والمحافظات المنطقة الأخرى، ستكون تحرير محافظة البيضاء ستكون ضربة قاسمة للميليشيات الحوثية، ستنهار بعدها في كافة المناطق في كافة المحافظات، فكما انهاروا سياسيا سينهاروا عسكريا أيضا. الجو العام والسخط الشعبي أيضا يعطي دافع كبير للقوات الشرعية للدخول إلى المنطقة تلو الأخرى، تسهيل الدخول، إلقاء القبض على القيادات، إلقاء القبض على القيادات الحوثية في المناطق، هذا أيضا بدعم مباشر من الأبناء الوطن الشرفاء. بالتالي أنا أقول أنه لا يوجد هناك أي موانع للدخول بمعركة حقيقية ومعركة تخلص اليمن من هذه الميليشيات. أشكرك جزيل الشكر مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الريحبي، كنت معنا من القاهرة. وعودة أخيرة إلى شبوة مع ماجد الحارثي من المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية. ماجد، إذا تحدثنا عن السر الأساسي في هذا التقدم وبهذا الانتصار الكبير الذي حدث في محافظة شبوة، وأنت مطلع وترافق كل تحركات المقاومة والجيش الوطني في هذه الجبهة، السر الأساسي وراء هذا التقدم والانتصار الذي أحرز، يعني إذا كنا نتحدث عن المقاومة الشعبية والجيش الوطني فالعزيمة موجودة والإخلاص موجود منذ فترة، إلا أن في الفترة الأخيرة وجدت العزيمة الصادقة لدى القيادة السياسية والتحالف العربي لتخليص هذه المنطقة من شر الميليشيات الحوثية. عند ذلك توحد جميع أبناء الشعب اليمني المتواجدين في مديريات ريحان الثلاث وأصروا إصرار كامل على أنه لابد من تحرير وتخليص هذه المناطق من الميليشيات الحوثية. توحدوا على أن بيحان ومصلحة بيحان فوق كل المصالح، توحدوا على أن أنهم يمنيين يقاتلون تحت العلم اليمني، تحت القيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية ونائبه وهيئة الأركان العامة. نعم ماجد، سؤال أخير فقط، مقدار وحجم التضحية الكبيرة التي قدمها أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في هذه الجبهة حتى تحقق هذا الانتصار؟ والله أبي لا أخجل في أن أتحدث عن هذا الموضوع، إلا أن الإحصائية تفوق 800 شهيد في هذه المنطقة منذ دخول ميليشيات القتل والدمار إليها، تتجاوز 3000 جريح، المنازل، مئات المنازل هدمت، مئات الآلاء يعني الممتلكات الخاصة مثل الآبار، السيارات، الجرحى بعضهم فقد نصفه، بعضهم فقد قدميه، بعضهم فقد أطرافه، يعني بيحان بكل معاني التضحية قدمت، بيحان لا ينقصها أن تضحي، ضحت بما فيه الكفاية، وبإذن الله عز وجل نكون نحن في بيحان الذين ينتمون إلى الجيش الوطني أو المقاومة الشعبية عونا وسند ومدد لإخواننا في البيضاء أو أي محافظة ترتئي القيادة أننا نكون بها. أشكرك جزيل الشكر ماجد الحارثي من المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في شبوة، والشكر أيضا للناشط السياسي ياسر الصائلي من شبوة، وكذلك لمستشار محافظ شبوة محسن الحاج، وأيضا للأستاذ مختار الريحبي مستشار وزير الإعلام. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن.